استضافت رائدة العمل الخيري الدكتورة أنيسة حسونة بعد الصراع مع المرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت النائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة متأثرة بمرض السرطان عن عمر يناهز 69 عاماً، وهي من مواليد القاهرة 22 يناير عام 1953، وكان آخر ظهور للنائبة خلال حفل التكريم الذي شهدته حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي في اليوم العالمي للمرأة، وتم تكريمها تقديراً لدورها وجدها في العمل الخيري. وكان آخر المشاريع الخيرية التي شاركت بها الراحلة تأسيس مستشفى الناس للأطفال لتقديم الخدمة المجانية للمرضى. ومن المعروف أن والدها هو المستشار عصام حسونة وزير العدل في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما عرفت بدورها كمدير تنفيذي سابق لمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للأمراض وأبحاث القلب، وحاصلة أيضا على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. واستعانت الراحلة بكرسي متحرك خلال الفترة الأخيرة، قائلة العلاج الكيميائي الذي أخضع للعلاج به يمنع وصول الدم بصورة طبيعية للرأس، وهذا صعب، وهناك أدوية لها بعض الأعراض منها تقلص قدرة الجسم على الحركة. متابعة أيضا، لجأت في الفترة الأخيرة لاستخدام كرسي متحرك للمساعدة على الحركة لحين الشفاء. ومن رسالتها التي سجلتها في عدة منشورات، والذي قاومت مرض السرطان لنحو من 6 سنوات، حيث قالت: حكايتي اليوم للكبار فقط، وتبدأ عندما نصحتني الدكتورة حنان بنت خالتي العزيزة منذ بداية إصابتي المفاجأة بالمرض في عام 2016، بأن أحاول قدر المستطاع اعتبار السرطان كصديق على أساس إنه سيلازمني مهدداً حياتي حتى يمر علي تمام الشفاء منه على الأقل 10 سنوات، وقد خضعت لذلك المنطق باستسلام خلال العامين الماضيين محتملة رفقته الكئيبة، وحرصت على أن أطيعه وأراضيه وأستجيب لطلباته بأمل أن يتخلى عن رزالته ويرحل عني. وأضافت أيضا الراحلة في منشور سابق لها: فقد اختنقت من عشرته، ولكن لأنه خبيث فقد تمسكن وتظهر لمدة شهور قليلة بالهزيمة في الصراع بيننا، وبدت عليه مظاهر الرحيل والانسحاب من أرض المعركة، وأنا بسذاجتي المعهودة التي ترغب في تصديق الأحلام المشرقة بدأت في الإطمئنان لأيام القادمة وتصديق أنني قد أصبحت من فئة 20% الناجية من هذا المرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. أرجو الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة، راجين من الله لها أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وزويها ومحبيها الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.